شوف جمهور نادي الأهلي وتوقعاته عن مباراة الغد، ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا كل التمنيات الطيبة للنادي الأهلي إن شاء الله إنه يستكمل المسيرة بإنه يفوز على فريق الثورة الجزائري، وده مش غريب على الأهلي رغم إن الأهلي حاليا بيمر بظروف غير طبيعية وما بتحصلش كتير، يعني كثرة الإصابات اللي موجودة في الفريق هيفرق مع الأهلي جدا إن احنا يبقى واخدين 6 بونت، ودي بدايتنا واحنا عايزين نحقق البطولة السنة دي. فلما يبقى كده 6 بونت يعني برضه هتبقى فارق معانا الماتش اللي بعديها برضه، نكسب 9 بونت يعتبر صعدنا، ونجرب بقية الفرقة. احنا هيبقى عندنا لعيبة كتيرة قوي، احنا ناقصنا حوالي 7 أماكن أو 8 أماكن في القايمة حاجة كده، نجرب يعني. وكمية الإصابات اللي عندنا في النادي هتفرق كتير. إن شاء الله المباراة تبقى سهلة على النادي الأهلي، خصوصا شباب الثورة خسران من الفريق المنافس 3-0 الماتش اللي فات، وان شاء الله فريق يعني سهل يعني، والاهلي يكسبه وسكور ان شاء الله يعني. بالنسبه للنادي الاهلي الفتره ديت بقى في استقرار عن الاول، ومنظر الفريق بقى شكله والصفقات الجديده اللي اتعملت بقى ليه منظر في الملعب، وان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. وانا شايف ان الفريق من ماتش لماتش بنعلى ما بنقلش، وان شاء الله الفتره اللي جايه منظرنا احسن من كده ان شاء الله. باذن الله الماتش هيبقى كويس، والاهلي ان شاء الله هيكسب ان شاء الله ويتأهل أول المجموعة بإذن الله. إن شاء الله أتوقع فوز النادي الأهلي بغض النظر عن طريقة لعب شمال أفريقيا، إنها بتموت اللعب في أول الماتش وبعد كده بتبدأ إيه تحرس أهدافها في آخر الماتش.